كيدايرين، مرحبا بكم معايا في قناة جوري الصغيرة. اليوم جبت لكم اورميسين اللي كيعرفها جميع الناس ومن قديم ويا معانا. اورميسين كاين فيها 1% و3%، يعني 1% كتليق العينين اوفتالمو، و اورميسين ديال 3% هي ديرميك للجلد. ما علينا، اورميسين ديال العينين نهضروا على هادي اللي هي اورميسين 1%. هاد اورميسين كترطب البشرة وكتحيد الشحوب ديال الوجه، مفعول رائع، يعني كتلقى واحد الاقبال، يعني واحد النتيجة كبيرة، يعني وحتى البشرة الجافة اللي كتقشر لها الوجه ديالها ولا شي حاجة تبعها واحد الاسبوع تقريبا، وراه غادي تكون واحد النتيجة كبيرة. هي طريقة الاستعمال ديالها، كدهنيها من الليل لليل، كدهنيها على الوجه ديالك، ابغي تتبتي بها والصباح تفيقي تغسلي وجهك مزيان، ابغي من بعد ديري ليكرو ديالك، ديري ايكون ديالك وتبعه مدة واحد الاسبوع، راه غتلقاي عليه واحد التحسن كبير في البشرة ديالك. الا كان عندك شي ليطاش ولا شي حبوب ولا شي حاجة تتحيد، او ما ديريهاش وتخرجي بها للشمس، الا درتي خشي بها الشمس راه عاولي على وجهك، يعني تقدري يولي لك حال مع الشمس ولا شي حاجة. هذه بالنسبة للاورميسين ديال العينين. اما اورميسين ديال الجلد، اورميسين ديال الجلد هي ما كديرش الوجه بزاف، ولكن كدير الا كانت عندك حبوبه يلا مخليه لك ليطاج ديالها كتحطيها فوقها، ولا شي حرقه يعني جاي يخلق ليطاج ديالها تديريها ليها، ولكن ما ديريهاش بالنهار تخرج الشمس، لا ديما الليل الليل، انا الليل كيبقى ومن بعد الصباح تصل البلاصه ديالها باش ما تبقاش لك حله. تقضي الى تشوف شويه اورميسين، راه يعني راه الناس كاملين تعرفوا اورميسين اش كتسوى وعلاش قاده، ويعني راه كنصح بها. يعني انا يعني كنهائي خدام في الدومين ديال الصيدله، يعني كنشوف الخدمات ديال الناس كتخرج بزاف، وهذه الثمن ديالها اورميسين 1% هي اللي كدير 5.50 دراهم، وهذه كدير 9.30 دراهم. وحتى اثار الكلاف والحبوب يعني انا كتحيد كل شيء، يعني تبعوها راه زوينه مده 5 اسبوع تقريبا، اسبوع على حساب البشرة، ومرتبطين حتى بسن كبير. وكنتمنى منكم انكم جبتوا هذا الفيديو هذا، وكنتمنى منكم تساعدونا في المجالات الجديدة.